منذ نجاح مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي بقيادة الأسطورة محمود الخطيب في انتخابات القلعة الحمراء وضع الارتقاء بكافة الألعاب وحصد البطولات في مختلف الرياضات في مقدمة اهتماماته جنبا إلى جنب مع الملفات الخدمية والإنشائية الأخرى لأعضاء الجمعية العمومية من أجل تحقيق طموحات جماهير المارد الأحمر وبقاء فرق النادي مسيطرة ومهيمنة في كل الألعاب على الصعيدين المحلي والقاري. وكان مجلس إدارة النادي واضحا وصريحا في سياساته بشأن تطوير المنظومة الرياضية في النادي بشكل عام ودعم كل الفرق الرياضية وتأكيد ريادة الأهلي كصرح وطني بطل في كل الألعاب وعلى رأسها لا شك كرة القدم معشوقة الجماهير والتي وضعت المارد الأحمر دائما في القمة كنادي القرن الإفريقي وعملاق الساحرة المستديرة الأول في مصر والشرق الأوسط. ونجح فريق الكرة في الفوز ببطولة الدوري في العامين الماضيين كما حصد لقب السوبر المصري ووصل في الموسم الجاري إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا عن جدارة واستحقاق ولا زال يواصل مشواره بكل ثقة وثبات في البطولة ساعيا نحو تحقيق الحلم الكبير التاسع يا أهلي في ظل إشراف كامل على الفريق من أسطورة الكرة المصرية والإفريقية محمود الخطيب. وبعيدا عن كرة القدم حصد الأهلي الكثير من البطولات والألقاب في العديد من الألعاب الجماعية والفردية ويكفي أنه في الشهر الماضي فقط نجح في حصد 6 ألقاب جماعية في نحو أسبوع واحد فقط. فقد نجح رجال فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي في التتويج ببطولة كأس مصر على حساب فريق طلائع الجيش لتكون البطولة الخامسة في غضون أسبوع بعد الفوز بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم للمرة 42 في تاريخه وفوز سيدات القلعة الحمراء في كرة السلة بلقب الدوري بعد الفوز على سبورتينج. كما فازت سيدات النادي أيضا في الكرة الطائرة بالثنائية المحلية بحصد لقبي الدوري والكأس وتوج الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالأهلي ببطولة دور السوبر بعد التغلب على سبورتينج بنتيجة 75-72 في المباراة الفاصلة بين الفريقين. وظهرت نجمات الأهلي متألقات ولفتن الأنظار بأدائهن الرائع ورغبتهن الملحة في حصد اللقب. كما حققت سيدات الطائرة بالأهلي لقب الدوري بقيادة مديرهم الفني الرائع حمد الصافي بالفوز على أصحاب الجياد بنتيجة 3-0 في الجولة 18 من عمر المسابقة لتكون البطولة رقم 17 لحمد الصافي مع الفريق بعدما حقق الدوري 6 مرات وكأس مصر 5 مرات وبطولة إفريقيا 4 مرات والبطولة العربية 3 مرات. عدت سيدات الطائرة ليتوجن بكأس مصر على حساب الصيد وقدم فريق سيدات الأهلي مستوى متميزا على مدار البطولة ونجح في فرض سيطرته على كل المنافسين إلى أن توج بالكأس. وأخيرا واصل رجال الأهلي في الكرة الطائرة إنجازاتهم في الموسم الجاري بالتتويج ببطولة كأس مصر على حساب طلائع الجيش محققين البطولة الثالثة لهم هذا الموسم بعد الفوز بالدوري والبطولة العربية. وفي النهاية أثبت الأهلي كعادته دائما أنه البطل الأوحد وأن نسره يحلق في سماء البطولات ويحصد المجد والألقاب في كل الأوقات ليبقى المشجع الأهلوي فخورا بناديه وبدولاب بطولاته العامر بالكؤوس والألقاب في كل الألعاب.